من أبرز هواياتي تربية البسس. عندي عشق لتربية البسس من وأنا صغير. طبعاً كان في عندي بسس كتيرة موجودة هنا، ماتت مع السمل وحطوه الناس للكلاب وللعرس، فأبرزها كان في عندي بسة آخرها طبعاً ماتت مع السم، كانت والدة جديد، كان في عندها 4 أولاد صغار، فاضطريت أني أهتم فيهم لحد ما يكبروا 4 هدول. أخذت أسيد واهتميت فيه وأعطيته فيتامين عشان صحته لأنه كان شوية تعبان، وأخته يعني كانت هي شوية مريضة، فعالجت عند الدكتور وأعطيناها مضاد حيوي وهيك، بس للأسف يعني كانت حالتها شوي تعبانة فتوفت. المبادرة تاعتنا بتحكي إنه نلم الحيوانات الضالة الموجودة بالشارع لنوفر لها مكان مناسب وبيئة مناسبة إلها عشان ما تتعرضش للحوادث والأمراض اللي موجودة في الشارع. في جروب اللي هو لمحبي قطط في فلسطين، طبعاً الجروب هذا أهدافه إنه إحنا نلاقي الملجأ للقطط اللي موجودة اللي مشرد، سواء كان حدا عنده قط معين، حدا موجود فبده حد يتبناه، فبننزله على الانترنت. طبعا من خلال هذا الجروب كمان قدرنا نعالج كثير من القطط الموجوده من خلال الخبرات الموجوده عند الاشخاص.